مساء الخير يا شباب. النهاردة حابب أبارك لكل المتسابقين اللي اتقابلت أفكارهم ووصلوا لأول مرحلة التصفيات النهائية في مسابقة ستارت أب باور للمشروعات الناشئة. الحقيقة الأفكار عظيمة جدا وسعيد جدا جدا بيها. عندي ثقة كبيرة إن الشباب اللي اتقابلت أفكارهم هيعملوا كل اللي عليهم خلال فترة التدريب ومراحل التصفيات علشان يوصلوا للمراكز الأولى. هتلاقوا في الفيديو ده أسماء اللي أفكارهم اتقابلت ووصلوا لأول مرحلة من التصفيات النهائية. شكرا لفريق العمل المشترك ما بين جهاز مشروعات ومؤسسة أبو هشيمة الخير لفرز الأفكار خلال الفترة اللي فاتت كلها. مبروك يا شباب، مش محتاج أفكركم إن السنة دي الجوائز تم مضاعفاتها، يعني الموضوع يستاهل نتعب ونجتهد ونشد حيلنا ونستفيد من التدريبات اللي بنقدمها لكم على أعلى مستوى علشان تقدروا تعرضوا مشاريعكم وتديروها بأحسن شكل ممكن. بالتوفيق للجميع.